أخبار اليوم. الصحة بتعمل المحاضرة بتاعتها وهي اللي بتصدر المطلوب من الإرسال. في حاجات موجودة بتعمل فيها محاضرة عن طريق وعن طريق الإرسال، والحاجات اللي هي مفروض مصر أو غزة بيتم إعدامها. احنا بنجيب ناس من البيئة كمان. احنا جايبين مضطرب مع مصر، بس معظم كل الكفاءات اللي احنا واقفين قصادها دي كلها معاش ترخيص، وكلها هيتم غلاها وتشبيعها، وتم غلاها بالفعل واخراج المنشآت اللي جواها عشان خاطر تغلق، ما حدش يفتح تاني لمده كام يوم ان شاء الله. الحمله دي احنا مستمرين بقالنا 10 ايام على الملاهي الليليه، سواء بالهرم شارع الهرم او بالعجوزه او بالدقي، وبالفعل اغلقنا كتير قوي في شارع الهرم، واحنا بقالنا 3 ايام شغالين على العائمات السياحيه، طلعنا 9 قرارات عن طريق وزاره السياحه وعن طريق حوض المسطحات غلق منشات عائمات سياحيه كلها منتهيه ترخيصاتها. طب يا فندم بعد غلقها ويرجعوا يفتحوها تاني؟ بيتعمل محضر اعاده اجراءات، المفروض ان بيتعمل ما يتعرض مره واثنين على النيابه، ثالث مره بيبقى الحبس وجوبي 6 شهور. تعالى هنا انت علينا عملنا كذا حملة، تم جديد جدا للغلطات والملاهي الليلية اللي بدون ترخيص، عملنا كافيهات كتير بدون ترخيص برضه، واللي معاه ترخيص بنعمل تفتيش على الترخيص بتاعته، واشتراطات السلامة، معانا الطب البيطري بيفتش على صلاحية الأكل، معانا مدرسة الأداية الجنوبية، معانا مندوب من السياحة، مندوب من الحرب الأهلية. متى عملت الحصر أو لحد دلوقتي الحملة بدأت؟ كم محل اتقفل او كم كافيه اتقفل او كم لايف اتقفل؟ هو دلوقتي احنا بقالنا اكتر من 10 ايام او اسبوعين بقالنا شغالين في الموضوع دوت، تقريبا على بالي بتاع حوالي 9 لايفات اتقفلوا من ترخيص،
في ثلاثة أو أربع مراكز تاني ما اتقفلوش لأن هم قافلين، يعني ساعة ما الحملة فاتت هم عرفوا وقفلوا، فهو نفس الغرض إن هم يقفلوا لغاية ما يخلوا الموضوع. طب يا فندم أنا عرفت إن مفيش محل دخلتوه في المأكولات أو الأطعمة غير لما كان فيه ده على كلام الدكتور لحد دلوقتي. هو ده شغلها مش شغلي، بس هي هي مش لحمه خالص، عشان برضه الحق القول بالنسبه للمطاعم هي مش لحمه، في حاجه اسمها اشتراطات مصطلحه، يعني في حاجات مثلا مجرد ان الفراخ مش متعلقه في اكياسها اللي فيها صلاحيه مفتوحه من اكياسها، المنظار مثلا استوى وتحط في الفريزر دي بتفقد صلاحيته، ده مش لحمه فاسده او مش اكل فاسد، بس في مشاكل بالنسبه لاشتراطات الصلاحيه اللي بتصير في الطب البديل. تدين الحملة وده تاريخ محل مستمر، ويقدر خالد بيه عصر من المنازل يقول لحضرتك ان في المدير ده شفت المنازل في مكانين تم تشميعهم بالفعل، المكان الثالث قدامكم لو هتقدروا تصوروا يتم تشميعهم. بس يعني ما فيش ولا محل دخلتيه الا مكان مختلف. اساسا المحلات دي يعني اغلبها ما فيهاش وقت، طبعا هم يقدروا يقولوا اكثر مني، انا في حاجه خاصه اكثر مني اللي هم المنصات اللي بنطلعها، وهيتم تحديد مستشفيات لحد دلوقتي تقريبا كم محل. بالتالي لسه بديني حملة دلوقتي.